السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي في برامج كتير منتشرة بتحول أي حاجة بتكتبها لصور. طيب جوجل فين من الكلام دوت، من الميدجورني وغيرها وغيرها؟ جوجل عندها حاجات أحسن بكتير من كده. يعني لما بنقرأ الأبحاث العلمية، بندخل على جوجل ريسيرش وبنبدأ نقرأ الأبحاث، بنلاقي إن جوجل معدية من زمان، لكن هي حتى الآن ما سمحتش للناس تجرب. تمام، فبقية المواقع بتتنافس، لكن جوجل أول ما هتسمح بتجربة الحاجات بتاعتها أنا واثق إنها هتبهرنا. فإحنا في الأبحاث بنشوف إن مثلا حد كتب كلمة معينة طلعت لي الصورة دي. الصورة دي مش متصورة ولا حد رسمها ولا فوتوشوب ولا الحاجات دي، الذكاء الصناعي هو اللي رسمها. فده حاجات تبع جوجل، مجرد تكتب تكست تمام هو يبدأ يعمل لك كل الحاجات اللي انت شايفها دي. ده النص اللي كتبه. تمام، هنا مثلا بيقول لك ايه، انا عايز تو كاتس دوينج ريسيرش، عايز قطتين كده بيعملوا ابحاث، فراح عمل لك بالشكل دوت. على فكره اغلب المواقع التانيه فيها مشكله في تحديد الارقام وتحديد الاتجاهات. يعني لما تيجي تجرب وتقول له خلي دي يمين دي في النص خلي عددهم كذا، ما بتجيش مظبوطه، لازم تعمل تجارب كتيره. على فكره في انت بننبهر بالحاجات اللي بتظهر، لكن في تجارب كتيره فاشله بنمر بيها ما بنحطهاش. يعني كذا مره احنا بنسجل بنديله حاجه ما بتجيش 100 100، فبيبقى شكلنا بايخ فمبنشوفش الفيديو. لان لسه احنا لما بنجرب المواقع ديت، ومن بينهم موقع جوجل ده، هو في تعلم آلي وفي تعلم عميق في حاجات كتيره. فكل مره انت بتقول له حاجه هو بيبدا يشوف رد فعلك، انا الصوره اللي انت حبيت تكبرها، انا الصوره اللي عجبتك، انا الصوره اللي انت سيفتها، انا الصوره خدت لايك، وهكذا يعرف ان الصوره دي هي الصح والباقي كان معمول غلط. فهو بيبدا ان هو يعلم نفسه. لكن القوه ان ملايين الناس بتجرب، فهي دي القوه. زمان مثلا كنت ممكن تعمل تجربه، اقصى حاجه ممكن تجيب 100 واحد 200 واحد، انما اصبح دلوقتي لما تيجي تعمل بحث مثلا عن شكل ناس وهي صغيره بيبقى عامل ازاي لما تكبر، ممكن تلاقي مليار واحد رفع صور. فتخيل انت بتعمل ابحاث على مليار واحد من غير ما تدفع لهم اي فلوس خالص، ومن غير ما يبقى عندك فريق عمل كبير. فدي قوه التكنولوجيا، وده اللي بيخلي التقدم العلمي يبقى سريع. مش الناس فوجئت، مش المسيح الدجال ظاهر فالناس بتخترع بسرعه. حتى ايلون ماسك بيقول كده ان التسارع العلمي ده فيه حاجه غريبه او فيه انذار بحاجة خطيرة. لا، هو التطور العلمي في الفترة الحالية تشارك المعلومات بيبقى سريع. طيب نرجع لجوجل، زي ما انت شايف يعني حاجة رهيبة جدا، مجرد تكتب كلمة بسيطة يطلع لك صور رائعة، ولو دوست ريفريش يطلع لك صورة تانية مختلفة خالص، وتدي له صورة مثلا تقول له مثلا انا عايز بالون هنا، فيروح شايل لك المبنى ده وحاطط لك بالون. تدي له صورة حقيقية وتقول له ده أنا عايز تغير لي فيغير لك الخلفية كلها. ففي مجرد تكتب تكست أكلت لكم جاءت أدوج، يبدأ إن هو ياخد التكست ده ويترجمها، ويبدأ إن هو يشوف صورة معينة ويبدأ إن هو يعدل فيها عشان يحقق لك اللي أنت بتحلم بيه. فما شاء الله حاجات قوية جدا جدا جدا، يعني منتظرين انها تنزل. او حتى الان هي مجرد بتبقى فيها ابحاث. يعني حتى فكرة شات جي بي تي هم عاملين حاجة قوية زيها، لكن هم حتى الان ما نزلهاش. شركة جوجل او الفا اللي هو المظلة او الامبريلا الكبيرة فيها تكنولوجيات عظيمة جدا جدا جدا، وفي حاجات يعني هو مش محرك بحث، ده في شركات كتيرة جدا تحتيها. فمنتظرين في 2023 يبدأوا ينزلوا التكنولوجيا دي.